قبل عام واحد ومن قلب دونور الوداد كان تمكن انه يفرح كاع المغاربه بعد ما حقق لقب تشامبيونز ليغ الافريقيه على حساب فريق الاهلي المصري. ذاك العام ما كتبش الله ضد فريق وفاق سطيف الجزائري، ولكن هذا العام الوداد راجع وناوي انه يسترجع لقب تشامبيونز ليغ الافريقيه. اجواء رجوع الوداد للاجواء الافريقيه في هذا الفيديو، يلا معانا. شنو غادي الوداد اليوم؟ غتربح ان شاء الله. شحال توقع؟ 5-2 ولا 3-1؟ 2-0 ولا 3-1؟ انا 3 اليوم غادي يكون البنزرتي البونتو. شنو البنزرتي ان شاء الله هو اللي غيرجع الوداد للسكه الصحيحه، وان شاء الله حنا ديما مع الوداد صرات الدره خاسره رابحه ديما مع دي بلاسمون واجب اي لعيبه. الصرا والطرا ديما وداد اخو، هادشي نقول لك نبقاو نتمناو يبقاو غاديين في الطريق الصحيح. نتمنى تتمنى من اللعابه يكونوا رجال يحمروا لنا الوجانا والتمارا اللي تيديروا في الجمهور. الله يجزيك كل نهار يزيد عشقي ليك وداد لا ليجندا، مالي لاباس وانا بعيد عليك، حياتي حمراء وبيضاء روحي ودمي حليك باش الفاروق حل سجارة حروق